السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض كده في الصف الثاني الثانوي إن شاء الله، مع مكتبة طوبرز، مع الوحدتين اللي هما يونت 10 ويونت 11، الوحدة 10 وال11 إن شاء الله. نحاول إن شاء الله نغطيهم في الفيديو ده. The passengers went طبعا شور ولا أشور؟ طبعا تبقى أشور adverb، طبعا ظرف، إنما أشور طبعا دي نوع مش هتنفع. Our armed forces اللي هي قواتنا المسلحة، يقول لي work hard to defend our borders، تحمي أو تدافع عن الحدود against any danger. If there is any foreign attack، لو في أي هجوم أجنبي. A note was، نوت مذكرة حاجة مكتوبة يعني، was يبقى to the document with a paper clip اللي هو دبوس الورق يعني، يبقى ها يبقى attached to، مربوطة يعني أو متثبتة. Asia is the biggest continent in area، أكبر قارة من ناحية المساحة. طب the ship sank but all the، طبعا crew survived، طاقم الإيه السفينة، ما قلناش the crew were survived، لأن survive فعل لازم ما يستعملش بس. My young sister is to be a wife، بقول it's her ambition، طموح، يبقى she is determined. Determined طبعا ما ينفعش decided عشان وجود ايه، وجود is. One of the prerequisites، احد مقومات او اساسيات النجاح، is to have a strong طبعا determination، ان عندك عزيمة قوية. Gulliver's ship was hit by a severe storm، او طال عاصفة، عشان كده تقريبا all the sailors drowned، يغرق الايه الاشخاص، انما سينك او سانك طبعا للايه الاشياء اهي. وين تايتانيك سانك. The activity of hunting whales، ها يبقى صيد الحيتان، يبقى اسمها ويلينج. Our brave soldiers، جنودنا الايه الشجعان او البواسل، defeated the enemy forces، هزم قوات الايه العدو، in 1973 and destroyed most of their forts، فرزيات اللي هي الحصون يعني. طيب بقول I don't have much contact، ما بتصلش كتير لي بيه، ليه؟ he lives in a طبعا remote area، عايش في منطقة بعيدة أو نائية. The possibility of kidnapping، إمكانية أو احتمالية الخطف is remote، بعيدة. But be careful. The note of the new trends، trends يعني اتجاهات في الإديوكيشن، is، وإحنا معلمين عليهم حادين، to have creative generation، يبقى طبعا بيربس جولز بقى مش هتنفع عشان از الفيرب المفرد ده، الغرض من نظام او اتجاهات الجديده في التعليم. I can't imagine the lifestyle of، طبعا primitive people، ناس البدائيين، بنقول اللي عايشين in caves، كانوا عايشين في كهوف من الاف السنين. The Pacific طبعا ocean، المحيط الهادي، is the biggest one، اكبر المحيطات. يبقى is used to fight large sea animals، طبعا اللي هو رمح اللي كلمه هاربون. The blue whale، الحوت الأزرق، the largest sea animal، أكبر حيوان بحري في العالم. The results of the tests، نتائج الاختبارات، will determine، هتحدد what treatment you need، العلاج اللي أنت محتاجه. He is a sailor، he has made many exciting، طالما سيلر بحاري يبقى أمبي voyages، رحلات بحرية. دي بقى هتبقى فلايت، ليه؟ لان لقيت في الجمله الثانيه بيقول لي ذا كابتن اوف ذا بلين، كابتن الطائره، يبقى دي رحله ايه جويه، فلايت. ونشم النسيم، وي هاف ا ها بيكنيك ان جرين فيلدز، نزهه خلويه لاميل او الدورز يعني، ده معنى بيكنيك بالانجلش يعني. I've read a critical review، قريت مقال نقدي عن الفيلم باي جيبسون، الان بي جيبسون يعني. The antonym، عكس ريفيوز، طبعا ريفيوز يرفض، يبقى الانتونيم المضاد بتاعها يقبل اكسبت. ذا سينونيم المرادف بقى بتاع بريدكت، يتنبأ، يبقى توقع، اللي هي ها معنى قريب ليها يعني، يبقى اكسبكت. اول ذا بارتي اي مات ات ذا بارتي، بقول في الحفله انا قابلت كل اصحابي ما عدا ماجد، ايه ما عدا هنا؟ طبعا اكسبت او اكسبت فور. كان ممكن سيف بس بالفي، انما دي بالاف، مش هتنفع. سيف دي اللي هي خزينه كنون، او امن كادجكتيف. I'd like you to طبعا recommend me a good book،
ترشح لي كتاب كويس خاص بالديالوجز او الكونفرسيشن المحادثات. To help improve our economy we should reduce our يجب نقلل ايه؟ ها؟ الامبورتس الواردات from other countries. ايه بقى الاورجنايزيشن المنظمه اللي بتحكم في الورشيبس اللي هي السفن الحربيه نازوكيها؟ طبعا الاسطول البحري لكلمه نيفي، انما الاخيره دي نيفال بحر، دي طبعا جايه منها الصفه الادجكتيف منها. I like reading ايه بقى novel لانها exciting، يبقى قصه مغامرات، يبقى adventure novels زي الاختيار التاني. طب ليه مش adventures؟ كل ما سبق الاسم كان صفه بحذف منه الايه؟ الاس. يبقى الصح هنا adventure بس. طب adventurous مغامر للشخص، او ممكن adventurous life بس، هما دول التعبيرين بيستعملوا فيه. When feeling bored with nothing to do مفيش حاجه اعملها يبقى الملل، يبقى bored. How many Tober's box have been published؟ بيسألوا كم كتاب توبرز تم طبعه لحد دلوقتي. طيب جاليفر از ذا طبعا هيرو اند ناريتر اوف جاليفرز ترافلز، هو البطل يعني. I felt ايه بقى with my brother's bad marks درجاته السيئة وانا لومته كده، يبقى طبعا disappointed محبط. واللي بص السفينة دي is going to sink يعني على وشك انها تغرق. ليه بقى؟ لان there are too many passengers في ركاب كتير aboard على متن الايه؟ السفينة اللي رقم بي طبعا. طيب 17 بيقول لي the teacher offered عرض ايه بقى لاي طالب او تلميذ يحل البازل؟ طبعا كوين عمله. during the storm اثناء العاصفه the passengers ايه بقى onto the boat تشبثوا مسكوا كده في القارب عشان ما يقعوش في البقى، طبعا اللي هي held onto the boat الاختيار رقم سي. طب 19 بيقول he is a hard working هو طالب مجتهد but I have no prediction يعني ما عنديش تنبؤ، ما اقدرش اتنبأ بيه his future career lesson. طب a huge whale يبقى into the ship، خلي بالك من وجود حرف الجر، يبقى ديت ram into زي crash into يصطدم بيه او run into برضه يصطدم بيه. some divers بعض الغواصين بقى بيقوموا ب operation عمليه to يبقى the sunken ship السفينه الغرقان طبعا to rescue to save يعني ينقذوهم. Dickens was the not of some of his novels. He was a good narrator. Narrator أو ناريتا يبقى بتساوي مين؟ ها ستوري تيلر، هو اللي كان بيحكي القصص نفسها. طيب بعد كده اللي هي من 23 واللي not all human beings مش كل البشر are kind. طبعا human دي يعني kind، مش هينفع اقول kind beings are kind، مش هتنفع، انما ليس كل البشر عطوفين. Some are merciful بعضهم رحماء، others aren't بعض التاني لا. طيب that coach بيقول المدرب ده هو افضل واحد في الوقت الحالي لان he has made عمل ايه بقى achievements انجازات ايه بقى incredible. The introduction of the new tax تمام ادخال الضريبه الجديده سبب ايه بقى of protest موجه احتجاج زي ما احنا بنقول هي a storm of protest a storm of protest. I went to the stadium بقول انا رحت الاستاد لكن الفرقه خسرت يبقى سوء حظ يبقى unfortunately unfortunately. I love football for its يبقى and the fun طبعا excitement and the sun الاثاره والمتعه. Before writing my essay قبل ما اكتب الايسي المقال بتاعي عاده بكتب يبقى المين ايدياز مسود لكلمه درافت اللي هي الاخيره. الثانيه دي برضو درافت تنطق درافت برضو بس دي تيار هواء، وإنما الأولانية دراوت طبعا جفاف، ودي كرافت اللي هي مهنة أو صنعة. طيب the plane يبقى over the Atlantic Ocean caused a lot of deaths طبعا the plane crash تحطم الطائرة. the prime minister بيقول رئيس الوزراء had a press يبقى conference أو مؤتمر صحفي عشان يبلغنا بالنيو ميجرز الإجراءات الجديدة المطلوبة في at the present era في الفترة الحالية to fight new COVID-19 virus. طب a teacher's not is important feedback comment طبعا نطقها comment اللي هي نون لما تبقى comment لو verb. بقول تعليق المدرس ده مهم يعني عملية فيدباك مهمة للطالب سواء positive أو negative. when it started to rain واللي جينا to shelter نحتمي بيه مأوى يعني in a يبقى under the تحت الأرض طبعا كيف. she's very sensitive بقول حساسة جدا try to
avoid hurting her feelings. حاول تتجنب انك تجرح مشاعر. My brother is very good. He is going to be a famous scientist. يبقى هو ambitious. عنده طموح. Nightingale اللي هي فلورنس نايتنجيل يعني was born into a wealthy family. ولدت في أسرة ثرية. But insisted on working as a nurse. Some mountaineers fall to death. يلقوا حتفه أثناء عملية while climbing high mountains. He worked very hard to طبعا reach his goals. الوصول أو تحقيق أهدافه. The writer has worked on his new novel. Work on his new novel. طيب إيه بقى the beginning of the match? A goal was scored. يبقى at the beginning في بداية الإيه المباراة. تايتانيك crashed into صدمت بيه ايسبرج اللي هو جبل جليدي. جمل اللي هي يعني في افكار شويه اللي هي only for tubers. They came to the meeting armed with ايه armed يعني ها يبقى they came to the meeting ها when they were armed with الاختصار طبعا armed with مسلحين بيه the latest information بكل المعلومات الحديثه. طب شكسبير از بوبيلر ها وطبعا بوبيلر ويز قال لا غلط ليه بقى طب كمل كده ذا انجلش ها ليتريتشر اه ده بقول شكسبير معروف او معروف في الادب الانجليزي يبقى الصح هنا ان مش ويز ويز محبوب مثلا لو قال للشعب الانجليزي للقراء حاجه ثانيه هي ذا سيلر هو بحار يبقى هي جوز تو سي على طول نو ارتكل طالما بحار يقول هي جوز تو سي على طول من غير اداه طيب some divers have started their search for the طبعا sunken ship سفينة الغارقة. I regret to say يوسفنا أقول إن مستر سامي is rather not he is not friendly. آه يبقى هو مش ودود يبقى في تباعد بينه وبين يبقى ريموت. That young girl became very bad not to her father after her mother death بعد وفاة والدتها بقت متعلقة أكتر بمين؟ بير فاذر. يبقى attached to. He suffers a lot from a heart طبعا attack أزمة قلبية. Self إيه بقى is the right والحق كل دولة. It is how to decide on its own future. مصيرها آه حق تقرير المصير يعني زي بيسموه. يبقى self determination اللي هي معناها عزيمة برضه. His answer was not by very loud music. تمام؟ very loud music. يبقى إيه؟ يبقى was drowned يعني اجابتها غطى عليها باللود ميوزك صوت الموسيقى غطى عليها عشان كده بقول I couldn't hear him ما بقاش سامع الاجابه يعني. A good leader يبقى الصح هنا drowned drowned هنا يعني غطى على او طغى على. A good leader القائد الجيد should be يبقى he او she must be fair and just تكون عادل ونزيه طبعا ها مش متحيز لحد اللي هي disinterested انما uninterested يعني معناها مش مهتم دي حاجه ثانيه معنى ثاني اوكي وconcerned برضه مهتم واتنتيف واعي او مهتم طيب نيجي بقى على تمرين الجرامر بيقول when I came home mother not the food for an hour يبقى had been cooking حدث طويل في الماضي مقترن بمده يبقى ماضي تام مستمر Before Mubarak stepped down قبل ما يتنحى مبارك سنة 2011 he not for 30 years حكم مصر 30 سنة يبقى had been ruling had been ruling كورونا فيروس يبقى by the start of 2020 in China تم اكتشافها قبل بداية 2020 ها اللي هي had been ماضي تام عشان by وإشارة للماضي by the time Sarah finished her MA اللي ماستر يعني او الماجستير she not there for 3 years طبعا she had been there كانت موجودة بقالها 3 سنين قبل ما تاخد المشهد حدث اول طبعا by midnight قبل منتصف اللي يبقى برضو انا عاوز ماضي تام had finished يومنا told me that she not the cleaning of the flat ها يبقى had already done had already done When I arrived at the station, the train يا ترى لفت ولا هاد لفت نشوف كده Well, I had to wait اضطريت استنى اللي بعده يبقى القطر مشي قبل يبقى هاد لفت ماضي تام حدث أول At 7 yesterday evening إشارة أكثر تحديدا في الماضي يبقى ماضي مستمر I was watching a football match طب I was watching a football match when the light went out حدث طويل
وحدث قصير، حدث طويل مضى مستمر، القصير مضى بسيط. بيفور وما فيش فاعل يبقى ايه على طول؟ جيراند ليفينج. طب بيفور اي نوت فور سكول اي هاد ا كويك بريكفاست، يبقى بيفور اي ليفت. بيفور سكول ذيس مورنينج اي نوت ا كويك بريكفاست، طبعا هتبقى هاد حدث ايه اول ماضي تام. نوت هوم اي هاد ا شاور، يبقى بعد ما وصلت البيت. إيه هنا افتر ارايف؟ لا ده مفيش فاعل. وين بعد ما فيش فاعل؟ طيب وايل وجيران ممكن، بس وانا بوصل اي هذا شاور لا مش هتنفع. يبقى الصح having arrived، يعني معناها after I had arrived home، بعد ما وصلت لي. He didn't leave the office until he had written the report، حدث اول ماضي تام. He stayed، قلنا مش لازم اللي قبل until يكون منفي، لا ممكن يزبطها. He stayed at the office until he had finished the report. She had no sooner gone out، طبعا no sooner بتاخد مين؟ than، no sooner than. طيب هنا بدأ بنو سونر، يبقى بقدم الفعل على الفاعل، had she prepared. 18 the thief had scarcely seen the policeman، طبعا scarcely بتاخد مين؟ تاخد when. تمام كده، يبقى no sooner than لما hardly scarcely when. It was only when I had seen him that I greeted him. It wasn't till until، طبعا ده expression معروف، it wasn't until، ما ينفعش اقول it wasn't till. طيب الجزء اللي بعده، as soon as I heard the news، مجرد انا ما سمعت الخبر بلغته، يبقى I told. خلي بالك هنا مفيش ماضي تام عادي، لانه جاب هنا heard كبديله ل had heard. When she knew that I not on my way home she began to make the food، يبقى when she knew that I was on my own، انا كنت في طريقي. before برضو مفيش فاعل، they had been engaged، كانوا مخطوبين 3 سنين، يبقى before. ها ايش جرند هنا؟ في having وفي getting، يا ترى لين اللي صح؟ لا getting married. طب ليه دي غلط؟ having got married اللي get اللي هي البديله ل verb to be في الباسيف، لا تستخدم مع الازمنه التامه، يعني ما تجيش مضارع تام ولا ماضي تام ولا مستقبل تام. after not my task، طب after ما فيش فاعل يبقى جيرم doing. after I وهنا returned ماضي، يبقى had done ماضي تام حدث اول. having يبقى انا عاوز تصريف ثالث، having done. on seeing the whole of Cairo، يعني on seeing يعني when he saw، طبعا في ويل وجرم بس المعنى مش هينفع. تمام، لما شاف كذا دهش، وبرضه ديورنج مش هتنفع لان مفيش ديورنج وجيرند، في ديورنج وناون بس، وبيفور مش هتنفع عشان معنى. I not my study until it was dawn، دون دي يعني الفجر، عشان كده I fell asleep in the early morning، يبقى ايه بختار هنا؟ طبعا I hadn't finished، يبقى hadn't finished. It was only when I had realized I lost my will، يبقى it was only when. طيب 10 it was only نفس الجملة بس when مش موجودة، لا ده بدل ايه اللي بدلها هنا؟ after. it was only after I had realized، بعد ما أدركت إن I lost my wallet، محفظة ضاع، that I went back home، إن أنا رجعت. حدث أول وحدث ثاني. he not his homework then he what فيه then أو first، يبقى مفيش ماضي تاني، يبقى did بس. يبقى هنا الإجابة الصح هنا did. 12 she had no sooner cleaned it out than she had a shower، had هنا طبعا بس سمبل، ماضي بسيط مش ماضي تام. بدأ بنو سونر، يبقى أعمل إيه؟ قلنا بقدم الفعل على الفاعل، يبقى أول اختيار had she dusted the house، تنفض البيت يعني. she had scarcely finished her work، طبعا scarcely يبقى when، لسه يعني من شوية. بدأ بسكيرسلي برضو نفس النظام، بقدم الفعل على الفاعل بس ما فيش مقدم، لا الاختيار الأخراني did it start، لأنه ما فيش had it started، يبقى هنا برضو الماضي البسيط بديل الماضي التام. 16 hardly had the judge said the verdict، أول ما القاضي قال الفيردكت اللي هو الحكم يعني، when the criminal not again، يبقى عاوز ماضي بسيط sent، قال لي لا sent غلط. ليه؟ هو مش لا هو أرسل للسجن بس، يبقى الصح ايوه كده was sent to prison. 17
will I study this morning as I طبعا hadn't slept enough last week. 18 I was tired نفس الجملة. As I not هنا بسأل 3 essays لأني كتبت 3 مقالات. طلع حدد عدد يبقى زمن تام بقى. ما ينفعش تام مستمر يبقى had written. أنا أشوف اللي وراه I was tired برضه. As I not some essays كنت بكتب بعض المقالات ما فيش تحديد عدد يبقى had been a writing. يبقى had been writing. She was pleased بيقول هي كانت مبسوطة. As I saw ليه بقى؟ She had received good news. جالها أو تلقت خبر جيد. By December 2019 the whole world had known nothing. كان العالم ما كانش يعرف حاجة عن coronavirus. رضا told me that he not the car for 3 years. هتبقى had. فاش طبعا have هنا ملكية ما تجيش في الاستمرار. فاش had been having مثلا. He went to the doctors. راح العيادة. As اللي because يعني. He not ill for 3 days. لأنه تعبان بقاله 3 أيام. يبقى had been feeling. Had been feeling. It wasn't until قلناها بقى I had finished the report. طيب the match يبقى until the referee لما الحكم had blown his whistle. لما أطلق ليه الويسل الصفارة بتاعه. يبقى لم تنتهي المباراة حتى قام الحكم بإطلاق صفارة. يبقى wasn't over until. Before the invention of the computer life طبعا had been عشان before وإشارة للماضي يبقى ماضي تام. He not to hospital since he was very ill. خلي بالك he was taken. واحد يقول لي قبل since مضارع تام يبقى has taken. لا ده فين المعنى طيب؟ ولو حتى هسيبهم كانت لازم تكون بسف كانت تبقى he has been taken to hospital مش موجود. As soon as I يبقى she had been sick I took her to the doctors يبقى as soon as I realized. ما ينفعش ماضي تام هنا ليه؟ مش ده الحدث الاول. انا بقول ام مجرد ان ادرك ان هي كانت مريضه دي الحدث الاولاني. Had been sick. That young girl not too cheap كانت شوكولاته كتير عشان كده she fell يبقى had eaten. طب she was upset كانت متضايقة أو منزعجة ليه؟ إن her brother had been annoying her all day yesterday. غلطة مستمرة طبعا عشان الإكسبريشن ده all day yesterday. طب it was only when مش موجودة when يبقى it was only قلناها من شوية after حدث إيه أول برضو first يبقى ما فيش ماضي تاني وهنا went ماضي يبقى انا عاوز ماضي برضو يبقى I had breakfast had بس. Hani went out at 8 before that قبل كده قبل الساعة 8 عمل ايه بقى؟ حط الساندويتشز يبقى هي حدث اول يبقى هي had bought ماضي تاني. 4 واللي نقط ذا فلات لوكد بليز ان شاء بدت كويسة عشان كده نقلوا فيها يبقى بعد ما اندهنت having been دي عشان بس had been having been repented بعد ما تم إعادة دهان الشقة. After I know that Ali had been ill I found to tell him I was on my way يبقى was told برضو ما تجيش بقى تقول after يبقى ماضي تام had been told. هل هو ده حدث أول؟ برضو لا. الحدث الأولاني إن هي had been ill بعد ما أخبرت إن علي مريض اتصلت بيه كذا يبقى هنا حدث تاني وبسف يبقى الصح was told. I was exhausted يسترداي قول كنت مجهد ليه بقى؟ I not so hard all day طبعا هتبقى had been working الاختيار الاخير. I saw Sammy last night شفت سامي امبارح بالليل ما شفتهوش من سنة 2017. طب هل من 2017 ما شفتوش لحد اللحظة دي؟ لا ما انا شفته امبارح. يبقى المضارع التام هيتحول لماضي تام تتابع ازمنة يبقى الاجابة الصح هنا hadn't met. انما لو ما فيش الجزء ده الحدث ده مش موجود كتبقى haven't met اللي هي العادية بقى. We were good friends كنا اصدقاء كويسين. We not for 15 years عارفين بعض الان 15 سنة يبقى had been known. طب ليه مش had been knowing وده مستمر ما فيه مدة اهو؟ لا no من الافعال اللي ما بيجيش فين في الاستمرار. While I not in Alex while I was being مظبوط؟ لا غلط طبعا. ليه؟ verb to be برضو نفسه ما يجيش في الاستمرار يبقى الصح بديل بقى ليه؟ was بس. While I was in Alex
if the driver had been driving slowly لو كان بيسوق براحته شوية he know of the accident كان ممكن نجا من الحادثة. ترى might have survived ولا might have been survived قلناها من شوية. survive فعل لازم يبقى ملوش مفعول ما يجيش في الباسف يبقى الصح might have survived بس اللي هي رقم C. نيجي بقى على التيست العشرة. التيست العشرة بيقول لي our citizens should be طبعا هتبقى armed with يعني يكونوا مسلحين ب enough awareness الوعي الكافي والتجاه national issues اللي هي القضايا القومية. اتنين ايه بقى طبعا صيد الحيتان هتبقى willing will should be banned يجب ان يمنع لان هي بتبقى خلاص extinct يعني على وشك الانقراض. what is the real ايه بقى of tablet exams what is the real purpose تمام will give me a persuasive answer يعني اديني اجابة مقنعة. ايه اللي معناه far away in distance ها بعيد طبعا هتبقى remote. A weapon سلاح زي السبير الحرب الحرب عليه بقى منين زي الرمح اللي هي الحرب حربون. بقول كلمة primitive تشير إلى بقى إيه ستيج المرحلة اللي هي بقى من تطور البشر طبعا المرحلة المبكرة early stage. people not for age بقى لهم فترة طويلة before the invention of pencil الناس عاوز يقول الناس عانت لفترة طويلة قبل اختراع الايه البنسلين يبقى had been suffering. نقط خلي بالكوا بقى من الجمل دي نقط cotton cloth is done by a lot of factories in Egypt يبقى making cotton cloth تصنيع الملابس القطنية is done بيتم عن طريق مصر. انما اللي وراها if يبقى of cotton Egyptian cotton I'll buy that shirt هشتري القميص ده لو مصنوع من القطن المصري يبقى if ايه made ايه اختصار ايه ميد هنا اف ميد اختصار اف على القميص يعني اف it is made of Egyptian cotton I'll buy it this time yesterday I not all the exercises already اشوف this time على طول اشاره اكثر تحديدا ماضي مستمر was doing لا اولا was doing مش موجود تمام امال في all عدد وفي already عدد وشيء تم خلاص يبقى زمنه تم had done خلي بالكم. بايتين لاست نايت قبل الساعة 10 بالليل I كنت نمت خلاص ماضي تام هي had gone to bed. not seeing the fire هم شافوا الحريق ذا نير كل الجيران أسرع يبقى عند رؤية الحريق اللي هي on وجاءت on seeing اللي أصلها when they saw. it was only when I saw the fire ها طبعا it was only when I saw the fire ها that I heard to put it out يطفئ. if I not that they were quarreling والله اعرف ان هم كانوا بيتشاجروا بيتخانقوا يعني اي ودنت هاف انت كنتش دخلت يبقى طبعا هاد نون ماضي تام الحاله الثالثه يعني. the ground was wet this morning الارض كانت مبتل ليه بقى as it not all night يبقى had been raining had been raining. having يبقى انا عاوز تصريف ثالث become ده become تصريف اولاني وثالث لان هي become became become. القطعه الكومبرينشن بقى اللي جابتها كده على طول the first few fell down few هي طبعا means معناها اللي هي البيراميدز 18 هتبقى after 19 هيبقى binoculars المنظر يعني 20 هتبقى saw each other وصود يعني يقاضوا بعض في القضايا على بعض في المحاكم يعني. طيب why did the building get the name ليه الاسم سموه بلايوود بالاس بلايوود ليه لان الفورين ويندوز هاد تو بي ريبليس استبدلوها ب بلايوود اللي هي الابلكاش يعني عشان كده سموه كده. طب why do you think caused the who do you think مين اللي سبب المشكله طبعا على حسب القطعه انجينيرز. طيب بيقول لي what does الكلمه اللي تحت خط في الباراجراف الثاني اللي هي عايده اللي هي كلمه ايه اهي اللي هي كلمه this طبعا this دي عايده على مين عايد على the problem of fallen windows مشكلة الشبابيك اللي هي كانت بتقع دي. طيب هنا بقى عاوز معاني fall and break into pieces ها طبعا دي كلمة collapse ودي موجودة في القطعة في يمكن في الجزء الأولاني أهي تالت سطر أهي collapse ينهار. الكلمة التانية أو المعنى التاني بيقول لي a central office مكتب رئيسي الناس اللي هي مقر يعني اللي هي كلمة هيد كوارترز ودي جت في القطعة أكتر من أهي هيد كوارترز دي هيد ها كوارترز.
اللي هي المقر الحزب المبنى، تلعب الكائنات البحرية، ممكن أقول سي كريتشرز لايك ويلز بلاي a vital role in marine life، الحياة البحرية. marine life، أنا هنا قلت سي كريتشرز يبقى هنا أقول مثلا marine life عشان ما أكررش. والتوازن البيئي and environmental balance. So a lot of people oppose، يعارضوا أو object to الصيد الجائر بقى، اللي هو كلمة poach. إيه poach؟ P for bin، O-A-C-H، P-O-A-C-H، of whales، حتى لا تتعرض لخطر انقراض، so that they wouldn't be extinct. طيب، young people need to be determined، يجب أن يتحلى الشباب بالعزيمة. If they want to realize the goal، إذا أرادوا تحقيق أهدافهم، they must know that life، أولئك أن يعلموا أن الحياة is not so rosy all the time، أن الحياة ليست وردية، جاي من كلمة روز يعني طوال الوقت. هنا موضوع السيبة عن people who sacrifice themselves، الناس اللي بيضحوا بأنفسهم، طبعا أتكلم على جال الشرطة والجيش والدور المهم جدا دلوقتي للوايت أرمي، الجيش الأبيض، اللي هو من الدكتورز والنيرسز، هيئات التمريض وكده، طبعا دول لهم دور جدا. ربنا يعني يعفينا من الأزمة دي إن شاء الله على خير قريبا بأمر الله. يونت 11 بقى، واحدة 11 مع بعض كده، بيقول لي disease in which there is too much sugar، مرض السكر يعني، طبعا عارفين اللي هي كلمة diabetes اللي هي الأولانية. التانية دي hepatitis، دي أمراض مرض كبدي. dermatitis دي أمراض جلدية. وأرثريتس طبعا عندنا اللي هي التهاب الايه المفاصل. another person should be كاز يبقى الشخص اللي عنده سكر يجب يخلي بقى يبقى diabetic. diabetic I managed to not my friend although his face، قدرت اعرفه رغم ان شكله وجسمه ضاير، يبقى اعرفه اللي هي كلمه recognize، طبعا انه ما تنفعش ما اتعرف عليه على هويته او على شخصيته يعني. طب a small party has been held، عملوا حفله صغيره in recognition of، اعترافا ب او تقديرا ل هي تشيف رول، لدورها الاساسي ان ابجريدنج او سكول في النهوض بالايه بالمدرسه. افتر ذيكس، بعد الزلزال، بيقول القريه اصبحت ايه ان ريكوجنايزابل، خلاص يعني صعب التعرف عليها. ريديشن اللي هو الاشعاع، بيقول لي مي ديستروي ا بوديز، ممكن يدمر ايه بقى في الجسم، تيشوز، الخلايا. ذير از ايه بقى فور بيبول تو ريتاير ايرليير، بيقول لي ذي ديزاير، عاوزين يرتاحوا من ورك بيردن، بيردن دي يعني عبء، عاوزين يرتاحوا من اعمال، من اعباء العمل يعني. يبقى في اتجاه، اتجاه اللي هي تند، الاتند دي يميل فيرب، الاتجاه ترند. There is بقى development in the work، في عالم الالكترونيات، بيقول it evolves، بيتطور every day، كل يوم يبقى في تطور سريع، لكن مت رابت. reform of education، اصلاح التعليم is the first step of، طبعا progress، التقدم in any nation. I can't not، بيقول مش عارف اشغل الاله دي، could you help، ممكن تساعدنا، start it يعني اشغلها، يبقى شغل، اللي كلمه ايه هنا operate. طبعا ورك ما ينفعش، انا ورك فعل لازم بالمعنى ده، مش هتنفع. My grandfather had a serious heart، طبعا operation، عمل عملية في القلب. The north pole، القطب الشمالي، is full of snow. My watch has stopped، الساعة وقفت، عطلت. Could you، طبعا mend it، اللي هي ريبير يعني يصلح. We felt great، بقى طول صور اتجاه الاعداء، طبعا hostility، العداء او العداوة. Some people are not to any change، في ناس بترفض أي تغيير، عشان كده بنسموهم reactionary، راجعيين، أو مأكدين أهو refusing anything، بيرفضوا أي حاجة جديدة، طبعا عدائين لأي تغيير اللي هي hostile. زرار flood أو زرار some flood، إيه بقى؟ defenses اللي هي بتاع الفيضانات يعني. flood defenses اللي بندافع بيها ضد الفيضانات. طيب بيقول لي بقى في سويلنج، في انتفاخ، في مش عارف او تورم في بعض اجزاء الجسم، وفي الجوينتس اللي هي المفاصل، طبعا يبقى ديت ارثريتس، التهاب المفاصل. ذا هيومن بودي، جسم الانسان، بيتكون من ملايين من طبعا سيلز، الخلايا اللي هي رقم سي. سام كيسز ار بينج تريتد، في بعض الحالات بتتعالج، كورونا مثلا او غيره. بس ذي هافنت بين نوت يت، هتبقى ريكفرد، لا غلط، ليه ريكفر؟ لان هافنت مين دي باسيف، وريكفر
بمعنى يشفى فعل لازم ما يستعملش في الباسف. الكفر ممكن تستعمل في الباسف لو معناها مثلا يسترد مثلا they have recovered the ship، يبقى the ship has been recovered مثلا، انما يشفى ما تجيش باسف، يبقى الصح هنا بدلها cured يعالج، وفي يتم معالجتهم لكن لم يشفوا بعد. ويمكن الجملة دي مبينة الفرق ما بين تريت ان انا بمجرد بدي علاج، وما بين كيور خلاص اللي هو يشفى او يبرأ من المرض زي ما بيقولوا. الاوبوزيت او الانتونيم عكس انكريس طبعا ديكريس او ريديوس طبعا. unemployment is a common problem، بقول البطالة مشكلة عادية او شائعة في الديفلوبينج في الدول الايه النامية. the whole world is ها طبعا currently busy، العالم حاليا مشغول fighting coronavirus. I think we are to have a phonetics we are to have يعني we must have لازم يكون عندنا a phonetics laboratory، معمل phonetics عشان حسن تعلم اللغات. Most medicines available يعني which are available، معظم الأدوية المتاحة can only طبعا manage diabetes not cure it. تمام. We are طبعا براود of فخورين بي اور انشنت تاريخ الكنوز القديمه ويونيك سيفيلايزيشن الحضاره الفريده من نوعها. هنا بقى بدل ار قلت وي هاف، يبقى وي هاف برايد ان، لدينا فخر بي كذا، نفس معنى الجمله يعني. هنا بس اللي فات كان ادجكتيف، هنا جبنا النون. during crisis times في اوقات الازمات some goods بعض في بضائع بتبقى سكيرس يعني not enough، تبقى شحيحه يعني not enough for consumption، مش كافية للاستهلاك يعني. We should have new يبقى for teaching languages، يبقى عندنا new techniques أساليب فنية جديدة لتدريس اللغات. By not the bride's family أسرة العروسة يعني هي اللي بتدفع تكاليف الزفاف. Well it's a social custom ده عرف اجتماعي، يبقى by تراتيجي جزء من التقاليد أو الأعراف بتاعتها. We are to يعني اللي we must يبقى our parents و teachers طبعا we should treat يجب نعم يبقى treat هنا مش يعالج بقى يعامل، يبقى treat يعالج ويعامل. prevention is better than cure، الوقاية خير من العلاج، ودي قاعدة صحية ذهبية golden health rule. broken bones العظام المكسورة تاخد فترة طويلة على ما تلتئم، تلتئم اللي هي كلمة heal اللي هي الأخيرة دي. pregnant women نساء الحوامل، pregnant طبعا دي يعني حامل، must have proper بقى كير يقصد عناية صحية ملائمة أو مناسبة، ترى هيلث ولا هيلثي؟ قلنا كتير دي هيلث كير أو زي هيلث بروبلم كده لأنها إضافة. a ruler الحاكم يعني should be close to them، يجب يكون قريب من الناس بتوعه أو شعبه، not a طبعا distant one ما يبقاش بعيد عنه. واللي دلوقتي بقى ساين العلماء والجراحين كان ريبليز بودي يبقى زي لامس، لامس اللي هي الاطراف الايدين الرجلين الكلام ده كله، يبقى استبدلوا الاعضاء التالفه او دامجد بارتس بسبب حوادث او غيره. سموكينج بادلي يبقى اور بودي سيستمز يبقى بادلي بيؤثر سلبا، يبقى بادلي افكتس، عارفين افكت هي الفيرب انما افكت ايه نون. طب فيرب ان انفلونس فيرب ونون، بس مش هتنفع لان الفعل سموكينج مفرد كانت تاخد ايه اس زي ما قلنا هنا كده افكتس. وات از ذا نوت اوف ذا انترنت، طبعا وات از ذا افكت اوف ذا انترنت، بعدوا لي طب ما امباكت بتساوي افكت، ايوه بس انا عندي هنا الفاعل الفيرب مفرد وات از يبقى افكت، انما امباكت از جمع مش هتنفع وافكتس برضه جمع. ذا دايركت يبقى اوف ذا فاير، عاوز اقول السبب المباشر للحريق هو سيجرت اند، عقب سجارة يعني ثرون اترمى على بايل اوف هي قماش، بايل دي يعني كوم وهي اش طبعا، يبقى ايه بقى كوز اوف سبب كوز اوف. بولوشن ابسيتس ذا ايه بقى بالانس انفيرومنتال بالانس، التلوث يخل بالتوازن البيئي. ذا فيكتيمز اوف ذا طبعا ايه بقى سفر عانوا من هوملسنس التشرد وفقدان الأسرة طبعا فلط. وهدول اللي فينا انت نسيت هنا مستر فروم، نقول لا سفر ممكن استعملها بدون حرف الجر بتاعها. دكتور فاروق الباز از ان اكسبيرت ان، خبير في مجال ريموت سينسينج استشاره عن بعد وجيولوجي. ويتش وان جوز ايوم من فيهم البليف ذا ايرث اوف ذا سان، طبعا الارض هي اللي بتلف طبعا، يبقى جوز رمد.
دونت وري يو ويل ايه بقى جيت يوزد تو، هيتعود على نمط الحياه هنا في اوروبا. بقول اتس ا ماتر اوف تايم، لسه هي مساله وقت بس، يبقى تتعود تدريجيا اللي هي جراجولي. اور ايفر جروينج بوبيوليشن، سكاننا المتزايدون دائما، ماست بي بروفايدد ويز كذا، يبقى جروينج هنا لانه هي اللي بتنمو، ادجكتيف يعني. The population growth، النمو السكاني اللي هي الثانية، necessitates، تستلزم أو تستوجب more efforts to face a challenges، مواجهة الـ challenges اللي هي التحديات. We may increase to 100 million، بقول ممكن نزيد لحد أو نوصل لحد 100 مليون في عام كذا. Due to اللي بسبب global warming، snow at the poles، الجليد في القطبين ممكن يحصل له إيه؟ يذوب أو ينصهر، اللي هي melt. causing مسببا اسم فاعل huge floods، فده نضخ. the shelves الارفف يعني are filled with، مليئه باشياء يقصد، of different shapes and sizes، طبعا اشياء اللي هي كلمه objects الاخيره. انما objectives دي طبعا دي اهداف حاجه تانية. what has happened to، happen بتاخد حرف الجر ولا ايه حصل للسائق يعني. we must not our consumption، ايه الاستهلاك بتاع المياه عشان نواجه اي possible challenge، اي تحدي مستقبلي، يبقى يجب نقتصد او نقلل الاستهلاك اللي هي كلمه reduce يعني زي economize only كده. I'd like rationalize، I'd like you to estimate، عاوزك تحسب لي زي نقط cost of the project، التكلفه الكليه للمشروع total، لانه في الاخر بيقول لي not only بقى مش جزء من المشروع بس، حاجه الكليه، التكلفه الكليه، يبقى كلمه total. The not sentence of the paragraph should express، بتعبر عن ال final idea، الفكرة النهائية للموضوع. يبقى جملة الخاتمة اللي هي conclusion sentence. Some children drop out from schools، بيتسربوا من المدرسة، يعني بيقول لي not complete، ما بيكملوش الدراسة. Drop out يتسرب. بيقول لي في novels كتير اتحولت لأفلام، يبقى طبعا turned into. All that he said، كل اللي هو قاله، ما أنا ما ينفعش أقول all what، دايما وات بعد قول تحول لذات. بقول كل اللي هو قاله has come true، تحقق. تمام؟ come true عشان كده بقول I trust، انا بثق في his expectation، في توقعاته. global طبعا warming، الاحتباس الحراري، اذا threat يعني تهديد للمبيع. لما يهدد الفيرب منها يعني ازود اي ان، لما قدامنا دي نعم. I don't believe him، بقول انا مش مصدقه، لان he is always making up stories، انه دايما فابريكا ويالف قصص، وفولس اكسكيوزز يعني اعذار ايه مزيفه. طب هنا اولويز جت مع المضارع المستمر، ايوه صح، لان ده بيعبر شيء انا متضايق منه. تمام، اولويز تيجي مع المضارع المستمر للتعبير ده، حاجه انا متضايق منه. هي از ترابلد، يعني متوتر، واندر بريشر، تحت ضغوط. تراي تو، حاول، والتهديه حتى ولو بنايس ويرز، بالكلمات تطمئنه يعني، كلمه ري اشور، ري اشور. At the class we usually take turns، ناخد بالادوار، بنتناوب يعني واحنا بنحل التمارين. تيك turns طبعا. Never يبقى promise، بيقول لي عمري ما، عمرك ما تخلف وعدك، اللي never break a promise. وبيأكد يقول لي must do، لازم تنفذ، what you have vowed. vow دي يعني يتعهد بي. vow verb noun، يتعهد او عهد. طيب only for two بقى. A room او in a prison او a police station، اللي هي الزنزانه، او اللي هي تبع كلمه ميم سيل، تمام، اللي هي بمعنى خليه طبعا، برضه هنا بمعنى زنزانه. طب ايه ميت بقى؟ لاست لونجر، طعم اللحمه المعالجه دي بتقعد فتره طويله، سواء عليك بيدراي عن طريق التجفيف او السموكينج او سولتنج التمليح. ايه التعبير ده؟ كيورد ميت، بيقولوها كده. تمام، اللحمة المعالجة، أنا بعمل لها أي وسيلة حفظ يعني، ده معنى تاني لكيور. A thin piece of soft paper، منديل ورق يعني، أو هانكرتشيف thrown after، برمي بعد الاستعمال، طبعا اللي هي كلمة تيشو اللي هي معناها نسيج، برضه هنا منديل ورق. The actress، بالممثلة دي كذا، she is fond of fashions، مغامرة يبقى trendy، trendy. Silence please، examination is in progress، والصام لسه الامتحان شغال، يبقى in progress. The new tax، الضريبة الجديدة، will come into، يبقى in the spring، come into operation، هتفعل ويبتدي تنفيذها يعني. She has been in bed for a week، هي مريضة بقى لها أسبوع، لكن she is on the mend now. mend يقصد بيها يعني at the beginning of recovery، في بداية حالة الاستشفاء يعني.
أو الشفاء. Some scientists look into the future، وصف المستقبل، واللي يحاولوا يتنبؤوا شكل الحياة. Thank you for bringing such good news. وكان الخبر الجيد ده not really wonderful news، خبر جاي رائع فعلا. It is، ازاي it is؟ لأن كلمة news uncountable. In 40، ها عاوزه في خلال 40 سنة، يبقى in 40 year، 40 سنة جامع طبيعي، يبقى فيها الاس والابوستروفي دي جت عشان كلمة تايم. لو كلمة تايم دي مش موجودة كانت بقت in 40 years اللي هي العادية دي، انما عشان جاب تايم يبقى لازم المدة، يبقى في ابوستروفي قبل الاس لو مفرد، بعد الاس زي ديت لو جمع. الجرامر بقى بتاع الوحدة، نشوف اللي هو كلمة عن الفيوتشر، او هو تحديدا في الفيوتشر كونتينوس، بس طبعا انا جبت كده في الدرج الاولاني سميته فلاش باك، يعني استرجع في ال 20 جملة دول انواع المستقبل الاساسية، وبعد كده ركزنا على المستقبل المستمر اللي هي بتاع اليونت. يعني the phone is ringing، يبقى I'll answer it، انا اللي هرد، قرار سريع. I intend، انا ناوي اسافر، يبقى النية هنا I am going to. طب I've decided to marry، يمنى قررت خلاص، ايه القرار؟ I am going to marry her. Next August، في أغسطس اللي جاي هتم 49 سنة، طبعا will be حقيقة خاصة بالعمر أو السن، أنا عارفين بستعملها بمين؟ بول، أو بعبر عنها بول. فهم 9 to 11، من الساعة كذا للساعة كذا هتفرج على، يبقى مستقبل مستمر will be watching، هتكون مستمرة خلال فترة محددة فين؟ في المستقبل. تمام. I don't know if it's suitable to phone him، مش عارف هل مناسب ان هنتصل بيه دلوقتي ولا لا. طالما مش عارف يبقى مش تأكد، يبقى he may be sleeping. She not an archaeologist، that is her plan، طالما بلان خطه يبقى she is going to be. I help you carry that heavy bag، بيعرض عليا، يبقى العرض هنا shall I. We go to the park this afternoon، بيقترح علي، يبدأ أنا قلت له fine by me، يعني اقتراح ممتاز بالنسبة لي، يبقى shall we، يبقى shall I عرض اللي فاتت، وتسعة shall we اقتراح. Everything has been prepared، كل شيء ترتب، يبقى مضارع مستمر الترتيب، we are traveling. The match is at 7، المباراة الساعة 7. By 9، قبل 9 تكون المباراة خلصت، يبقى مستقبل تام، يبقى it will have ended. Our exam، الامتحان هيبدأ الساعة 9، يبقى start، جدول مواعيد مضارع بسيط. After he after يبقى ماضي تام، had finished، لا 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 انت كده بتستعجل كده غلط. ليه؟ اللي اما التاني قال he will، ده بيتكلم في الفيوتشر، يبقى ما بيتكلمش في الماضي اصلا عشان تقع على الماضي التام. طالما فيوتشر يبقى after هنا رابط زمن، يبقى بعده مضارع بسيط او مضارع تام. ايه اللي موجود هنا؟ مضارع بسيط اهو، after he finishes، يبقى كده مظبوط. نفس الجملة جبناها هنا تاني اهو، بس مضارع تام has finished، يبقى اما مضارع بسيط زي 13 او مضارع تام زي 14. It's a cloud، الدنيا مغيمة وكده، في دليل اهو على التنبؤ، بقولها اكيد هتمطر دلوقتي، يبقى it's going to rain soon. تمام كده؟ لان في دليل. I think it's not sunny tomorrow، هل في دليل؟ لا، ده بود it my own opinion، ده مجرد رأي، يبقى will be تنبؤ بدون دليل، يبقى will. If you do that again، لو عملت كده تاني هبلغ الشرطة، بيهددني، يبقى will tell. Will tell، تهديد أو تحذير. If you get high marks، لو ضغط عليا بوعدك إن I not you a car، يبقى I will buy you a car، من ضمن استعمالات will البرومس. That's okay، I not tonight، ولا قبلك إلا لاديس في محطة رمسيس الساعة 10، ده صوته إيه ناسبك كده، يبقى أنا أحدد الميعاد لسه، يبقى I will meet. ما تجيش بقى تقول I am going to meet، أنا ناوي أقابلك، لا ده مش نية، حتة المواعيد ما فيش فيها جونج خالص، لسه أنا بحدد الميعاد أستعمل will. الميعاد متحدد من قبل كده بقى اسمه ترتيب مضارع مستمر. الأكشن اللي هيتم في الميعاد زي المباراة، زي مغادرة القطار، زي بداية الحصة والمحاضرة أو يبقى الأكشن نفسه جدول مواعيد مضارع بسيط. دي التلات حاجات بتوع المواعيد. Shall you close that window please؟ لا غلط طبعا، في حاجة اسمها shall you، shall ما تجيش إلا معايا قوي، أمال ده إيه؟ وفي بليز كمان أهو طلب، يبقى إيه اللي بيستعمل طلب هنا؟ مظبوط، يبقى مين؟ will. تعالى بقى على موج جرامر التمرين التاني اللي هو بيركز على الوحدة نفسها. When he is 21، طبعا he will be working in a bank. He will be working in a bank.
in 50 years people not longer than they are now. هتبقى people will be living. People will be living هتبقى مستقبل ايه؟ مستمر. طيب 23 in 100 years people may be living. عشان كده بنقول nobody knows، محدش عارف، يبقى مفيش تأكد يعني، يبقى may be living. 24 may be working نفس النظام، هو حتى قال it's probable، شيء ممكن او محتمل. 25 the program predicts what life طبعا will be like، ايه شكل الحياة في المستقبل. What life will be like. We think fewer people طبعا will be suffering، عدد من الناس هيبقى عاني من امراض في المستقبل، نتمنى ان شاء الله. I predict that I'll be working on the project خلال من 15 إلى 20 سنة، حاجة في المستقبل أهو. 28 بقول in the future scientists will be using هيكونوا بيستخدموا new cells خلال من المرضى نفسه. طيب in 2030 people may be taking medicine، ممكن الناس يكونوا بياخدوا أدوية تشفيهم تماما من diabetes من السكر. طب at 9:30 next Monday يوم الاثنين الجاي الساعة كذا my brother كذا هي إزبلين طاقته هتطلع الساعة 9، يبقى 9:30 هتكون انت هيكون ها في الجو، هو يبقى will be flying مستقبل مستمر. from 30 to 5 من الساعة 3 ل 5 أهلي عند زمالك will be playing their match. by 5 قبل 5 هيكون الأهلي والزمالك لعبوا خلاص وخلصوا المباراة will have بليت will have بليت مستقبل تام شيء تام خلاص. اهلي اند زمالك ماتش المباراه هتبتدي الساعه 3، جدول موعدكم لسه بنتكلم، يبقى ستارتس. طب اهلي اند زمالك ماتش مباراه اهلي وزمالك هتقعد الساعه 3 باسف، ما تقولش شوز بقى، لا يبقى الباسف منها از شون. ذا جوفرمنت نوت تو ريديوس عشان تقلل اثار الكلايمت تشينج ان ذا فيوتشر، طبعا the government will be trying، اكيد الحكومه هتحاول ان هي تقلل اثار الاحتباس الحراري. many more people طبعا هتبقى may be moving، واللي ممكن ناس كتير في المستقبل تنقل بقى to the new administrative capital للعاصمه الاداريه الجديده خلال ال 20 سنه القادمه. this time next year بقول السنه الجايه زي دلوقتي ممكن اكون بدرس طب ان شاء الله. may be studying وليه ماي برضو اهو nobody knows the future. طيب I wonder اتعجب او اتساءل what not this time next year، وليه ترى السنة اللي جاية زي دلوقتي هكون بعمل ايه، يبقى will be doing. 39 نفس الطريقة this time next week يبقى will be sailing، هتكون تبحر في الرحلة بتاعتها يعني. طيب بيقول لي الامتحان هيبدا بكره الساعه 9 من 9 ل 11، يبقى الساعه 10 هتكون هي في قلب الامتحان، يبقى نوها will be taking the exam. نوها will be taking the exam بين الساعه 10 الجايه في منتصف المده، نقول من 9 ل 11. طب I hope they not this road by the time، بيقول لي اتمنى ان هم يكونوا صلحوا الطريق قبل ما نيجي المره الجايه. يكون شيء يتم في المستقبل، يبقى مستقبل تام will have rebirth. طب it's a beautiful drive I am sure، يبقى you will enjoy، عندما I am sure بيجي بعدها will. when I not my physics exam he will be having، ترى هيبقى هنا will be having واجي اقول هنا تاني will be taking، قال لا ما ينفعش عشان وجود رابط زمني اللي هو when، يبقى اختار بدلها I am taking، وبرضه بتعبر عن الترتيب في المستقبل. 4 will you be using your car tomorrow، نكون قلنا بستعمل مستقبل مستمر، نكون بستفسر عن معلومة بأدب أو بطلب بأدب. I had an English بطلب بأدب هي زي رقم 7، شوف 7 هي some shopping this evening، انت هتتسوق will you buy me، ممكن تشتري لي كذا، يبقى برضو will you be doing، يبقى ده طلب مؤدب زي ما هنا استفسار بأدب، هل هتحتاج العربية بكرة will you be using. 5 I had an English exam، كان عندي امتحان امبارح. I found it easy، find it وها الصفة على طول، ما فيش بقى لا verb to be ولا غيره هنا، يبقى found it easy تمام كده.
طب واحد ممكن كان فاوند ات از، لا كانت حتى از دي كانت تبقى ووز بقى، لان هنا قال هنا وير كلير ويسترداي وهاد خلاص. دونت وري اي نوت مستر احمد تومورو وي ورك ان ذا سيم اوفيس، كده كده انا هقابله لانك كده معايا في نفس المكتب. شيء هيحصل في المستقبل بس بشكل روتيني، اللي هي ويل بي برضه من استعمالات المستقبل المستمر. وسبعه دي بقى احنا قلناها اللي هي الطلب المؤدب اللي هي ويل يو بي دوينج سام شوبينج. اي نوت ا ديكشنري بات اي فورجوت، كنت ناوي اشتري القاموس بس نسيت. كنت ناوي في الماضي يبقى was going to buy. طب we not our relatives in Cairo، كنا مرتبين نزور قريبنا امبارح. but we became too busy، لكن انشغلنا. we didn't go، ما رحناش. برضو كنا مرتبين او كنا ناويين، اللي هنا اللي موجوده هنا we're busy. لا ده ماضي مستمر. ايوه ما هو ده الماضي بتاع المضارع المستمر اللي هو الترتيب في المستقبل، لانه شيء كان في الماضي، شيء رتبت له في الماضي وغالبا لم يحدث. طب the president not the nation، انا مقرر انه يخاطب الامه او الشعب تونايت الليله دي عشان يتكلم على ذا كيرفيو. ايه كيرفيو؟ اللي هو الحظر. وي ار ويتنج، من المقرر ان از تو ادريس، از تو ادريس. يبقى فيرب ام ويز وار تو المصدر، سو ماست او شود، او المعنى ده شيء من المقرر حدوثه. التست بقى وي ار ميتنج، هنتقابل عشان تراي تو بروجريس ذا نيجوتيشن، تمام، نعمل تقدم في النيجوتيشنز اللي هي في المفاوضات. يبقى بروجريس هنا الفيرب. ميني بيبول سفر فروم ايه بقى؟ فاير جوينتس المفاصل، احنا قلنا اثيرتيز عرفناها. بابليك رياكشن رد فعل عامه الناس للحرب ووز نوت. ذي وير اجينست، كانوا ضد لونتشنج ده اطلاق الحرب، طالما كده يبقى هوستايل عدائي. انما هوست اللي بالايد ده بيت شباب، ده حاجه ثانيه، خلي بالك. ذير از ا نيو نوت فور تيك توك فيديوز، عارفين بقى كلنا فيديوهات التيك توك اللي بنشوفها اليومين دول. يبقى في اتجاه اللي هي ترند. از ذير ان افكتيف بقى نقط فور كانسر؟ ها طبعا كيور، علاج ناجع او شافع. ماي إلدر براذر از ها دايابيتيك، بقول له عنده سكر ورغم ذلك هي اتس سويس بياكل حلويات. عشان از يبقى انا عاوز الصفه دايابيتيك، انما لو قال ماي براذر هاز زي ما عدت في التمرين كنا قلنا دايابيتيز. We hope that scientists، طبعا hope مستقبل، يبقى will find أو تكتشفوا vaccines تطعيمات أو cures علاجات لل fatal diseases الأمراض القاتلة أو المميتة. ليفربول is very strong، فرقة قوية جدا. وذا أذر تيم، الفرقة اللي هتلاعبها is very weak، ضعيفة جدا. أنا شايف بقى إن ليفربول not is هتكسب بسهولة، يبقى ده تنبؤ بدليل are going to win، مفيش حاجة تانية توفر. Our uncle has arranged everything، رتب كل حاجة، يبقى مضارع مستمر is leaving. This time next Friday، واليوم الجمعة اللي جاي زي دلوقتي هنكون رايحين بلطين. ترتيب، ما فيش مضارع مستمر، يبقى على طول مستقبل مستمر will be going. By 2025 يبقى مستقبل تام، we will have done a lot of projects. Some factions of the army، يعني بعض فصائل الجيش. Not to the USA for military training، عشان التدريب العسكري. Military عسكري training طبعا تدريب. يبقى سترسل R أو مقرر إنها تتبعت R to be sent. R to be sent. تمام؟ طبعا ترسل باسف. لما R to send active طبعا مش هتنفع. We not work on the project. All equipment، كل المعدات المطلوبة إذا موجود. يبقى خلاص بداية المشروع تم الترتيب لها، يبقى we are starting. بس في كتير منكم اول ما اشوف ستار على ستارت على طول، لا جدول مقدره بسيط. الكلام ده لو الفاعل اكشن، انما الفاعل شخص، يبقى انا مرتب للحاجه دي. A large number of videos، عدد كبير من الفيديوهات يعني معروضه على اليوتيوب، يبقى ار شون. We arranged to go to Luxor، شاف arranged ماضي، رتبنا ان احنا نروح Luxor. لكن كورونا فيروس prevented us، منعتنا. يبقى ايه الجمله اللي بتعبر عن انا شيء كنا مرتبين؟ لسه قايلها من شويه we were going to go there. نفس الجملة بس بصيغة تانية، يبقى we نفس برضو المعنى we were to go there، كان من المقرر ان احنا هنروح هناك. القطعة بقى اللي بتتكلم على عملية انصهار الحديد وكده وصناعة الحديد، شوف كده على طول. Which of the following would be the best، افضل عنوان هنا طبعا the railroad industry. اتنين بيقول طبقا للقطعة railroad industry try prefer the steel to iron because steel was طبعا stronger
and the more durable اللي هو الاختيار رقم دي الاخير. The furnace اللي هو الفرن الحراري اللي بنصرف فيه الحديد او غيره. اللي بيسمار used to process iron into steel was called a، طبعا كانوا بيسموه ايه؟ converter. يمكن converter يحول، يعني بيحول حديد من حالة لحالة مختلفة. طبعا 20 دي هتبقى بوتس. 21 بقى بيقول لي how did the Bessemer method، الطريقة بتاعته، make the mass production، الإنتاج بالجملة يعني من steel possible. تمام. طبعا طبعا بيقول لي it caused a revolution in industry، موجود أعتقد في الجزء الأخير، حتى جايبها بالأرقام وكده، هي آخر جزء اللي هي دي. طيب بعد كده السؤال رقم 22، why do you think mass production of steel caused، طبعا دي caused، دي اللي قال it caused a revolution، it caused a revolution. تمام كده. طيب where were large deposits، رواسب يعني، of iron when uncovered، اللي هي in the Siberians، موجودة في القطعة، شوف اجيبها لكم كده اهي، in the مسابي رينج، هي دي مكان المنطقة دي. طب اخيرا في القطعة بقى عاوز المعاني، معنى ايه اول حاجة؟ explosion، طبعا دي كلمة ايه؟ كلمة blast، موجودة في بداية الفقرة التانية، blast اهي، شايفين كلمة blast اهي، هي دي بمعنى explosion انفجار. طب الكلمة التانية بيقول لي شخص بقى هو اكسبلور، بيستكشف منطقة عشان بيبحث عن المينرال ديبوزيتس، الرواسب المعدنية والمعادن اللي في الأرض وكده، طبعا دي كلمة اهي بروسبكترز، بروسبكترز ناس اللي بيعقبوا يعني في الصحراء أو في الأرض عموما بحثا عن المعادن. الترانسليشن بقى بيقول استطاع الإنسان البدائي اللي هي a primitive person manage to adapt to nature أو adjust to nature والبيئة التي عاش فيها and the environment in which they lived، قلت they عشان إنسان مذكر مؤنث ما ننساش، أو in which he or she lived، he or she أو they، وأن يستثمر الموارد المتاحة حوله and invest، فكان invest يستثمر invest، الموارد المتاحة اللي هي the available resources around، ليشكل أول نموذج مصغر للمجتمع to form or to make the first small model of the society، ومن هنا نشأت الحضارة الإنسانية from that point or from that time human civilization started. Most people feel that their jobs are becoming more and more stressful، يشعر كثير من الناس ان وظائفهم اصبحت يعني استمع عارفين ستريسفول، ضاغطه، تسبب توتر او ضغط عليهم اكثر واكثر. They work extremely hard، فهم يعملون بجد، and don't have enough time to relax، وليس لديهم الوقت الكافي للاستجمام او الاسترخاء. So they look for، عشان كده بيبحثوا عن continuous sunshine، شراق الشمس الدائمه او المستمر. On فين بقى؟ The most luxurious beaches، في افخم او اروع الشواطئ. أخيرا موضوع إيسي عن how to be a man who is a man، how to be a man who is a man، يعني كيف تكون رجلا بمعنى الكلمة. هنا طبعا في الإيسي ده هتكلم على القيم بقى والأخلاقيات، وركز عنها ك real situation، مواقف إيه حقيقية من الحياة. أشكركم وإن شاء الله نلتقي في الفيديو القادم مع آخر وحدتين إن شاء الله، لما الـ 12 وال 13. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.